اهلا بكم من جديد. لازلنا نتواصل معكم مشاهدينا الاعزاء، لازلنا نرصدكم هذه الجوله الربيعيه، وايضا مع اصحاب الانجازات وفي المناطق الخاصه بالربيع. يشرفني في هذه اللحظات ان يكون معي راعي الطائلات من دوله الامارات العربيه المتحده علي بن سالم بن هياي المنصوري. اسعد الله مساك. مساك سعد يا ابو خالد. ابو سالم، طبعا قبل لحظات كنا عند محمد بن سعيد بن علي راعي طلابه واخواته، واستمتعنا جميعا بما شاهدناه من ربيع وأيضا الحلال الطيب والربع المتواجدين، والآن متواجدين في العزبة الخاصة بك. ودنا أنك تحدثنا عن ربيع هذا العام، وأيضا تواجدك كأول سنة بحلالك. والله أبو خالد، نحن أول سنة هنا في قرية، لكن الحمد لله الحلال صار له الحين يمكن 15 يوم من يهني، ومتغير الحلال وايد ومربع الحمد لله، وميورة اخوان شمها يروح تسوون الكثير. بالتاكيد. طبعا ذكر السادة المشاهدين، علي بن سالم يملك الفرديات العمانيات او المحليات بالاصح. علي، كيف هل هناك فرق بين المجهم والمغتر؟ وتلاحظه يعني في خصوصا بعد ما وصلت الربيع تغير الحلال. لا يا ابو خالد، الحلال زين زين، ان كان ميهم وان كان، ونحن من عشاق المياهيم والمحليات كلهن. لكن المحليات يمكن في التنقل اسرع عن الميهم. نعم، لها تخاطم وتركب. نعم. جميل. جبت فرديات كلها ابو سالم؟ نعم صحيح، الطائرات كلها موجودات متوفره هني في المزرعه، وبتشوفون ان شاء الله بعد شوي ان شاء الله. مده طويله ما اخذها المزرعه ولا؟ والله لين 1/5 ان شاء الله، يعني تقريبا 3 شهور. تقريبا، وبنجدد ان شاء الله اذا فيها الارض اصلحت لحلالك؟ والله لين الحين صالحه. نعم. يعني تغري، هل المحليات يجون ولا؟ والله لا، على اساس تبقى بروحه قول لا. والله الحين نحن هالمحليات يمكن العزبه الوحيده هنا عندنا. نعم. هالمزاين، والعالم اكيد بيشوفون النتائج بعد المقيض هنا، واذا عيبه المقيض اكيد انه بيوصل. اكيد. بس انتم كلكم اصحاب انجازات، انتم وابن علي، فئه مجاهيم ومحليات، ايش رايك نحط لكم مزاين؟ والله نحن عزبتنا وحده، انا واخوي ابو سعيد. اذا بتجيب لنا حد زاين من برا ولا انا وهو واحد؟ غلبني في الكلام. نرحب بتواجد ابو سعيد، نرحب بالربع الباقي، نرحب بحميد بن سنان واخواني الموجودين في هذه اللحظات. علي، من حولكم في هذه المنطقه؟ والله من عد ربعنا المناصرين، والله ما اعرف العالم الباقيين. ما تمشيت ما رحت؟ لا والله ما، الا عند ربعتنا هني وعند الحلال ما تمشينا. ما تروح مع البلا؟ روحت والله اكيد، اللي عنده الطائرات. أي طرف تروح؟ كيف يعني من البل؟ الاسم عندك غالي على قلبك، خله فعال، افعال ماركه. والله الحلال كله غالي عندنا، وكلهم الحمد لله السنه منجزات في ظافره وسوحان. نعم. والمطيه المنجزه اكيد انها بتكون غاليه. علي، كم خيت من سياره في سوحان؟ والله الحمد لله اخذت 7 سيارات، وي الثاني في شوطين، وي الثالث، وفي حلال رقم رابع خامس. والظفره؟ الظفره اخذنا سيارتين وشوط الست، لان الفرديات كلها اعطيناها في شوط الست. الست يعني يسوى 10 سيارات. اي نعم، وخاصه السنه اللي صار فيه زماط شوط الست وهذا، والحمد لله حافظنا عليه. علي، عندك شيء من ركاب انتاج المحليات؟ والله عندي صوان بناته شاركت السنه، يعني ثاني في سوحان ان شاء الله، يعني اول انتاج. نعم، وعندي شاهين بنت بعديه الثاني في سوحان. نعم. وعندنا قعدان واحد اخوه فعال ولد جبار. نعم. وواحد ولد شاهين الكليلي تونا. نعم. ثاني السنه تونا عندنا. جميل. كيف ترى جو المزاين وجو الربيع؟ والله هذا الحين الربيع هني من هنا مثل غسيل التعب اللي راح. نعم، غسيل التعب والتفكير اللي راح هني كنا. نعم، يعني جو المزاين توتر اعصابه، هنا هو الراحه النفسيه. والله ارتحنا احنا الحين، صارنا يمكن 15 يوم هني، نتحرهن يومين ولا ثلاثه. لا ان شاء الله الخير جاي والامطار جايه باذن الله. ابو سالم، كلمتك الاخيره، طبعا راح ناخذ التغطيه لفردياتك. والله احب اشكرك شكر خاص انت اخوي ابو خالد. تسلم، جزاك الله خير. وقناه الساحل.
بيض الله وجهك ابو سالم على هذا الكلام الطيب. اذا مشاهدينا الاعزاء كان لنا هذا اللقاء الممتع مع راعي الطائلات علي بن سالم بالهياي المنصوري من دوله الامارات العربيه المتحده. راح نتواصل معكم والتغطيه الخاصه لفردياته. سوقها
سلابه اللي في البلد ضاق يجول البرق لاحوه البرق لاحوه اللي وابل المخايل والنفس كانها في الرياض معقوله شدوها للبل في هواها محاوير وكل بلجر يبرى المظاهر شوله انقاله الله في الليالي سلابه اللي في البلد ضاق يجوله مع شاشة الساحة تزين التعاليل يا سلابه اللي في البلد ضاق يجوله البرق لاح البرق لاح وهاللي وابل المخايل والنفس كانها في الرياض معقوله شدوها للبل في هواها اهلا بكم من جديد. لا زلنا نتواصل معاكم كما شاهدتوا في التغطيه الاولى من اليوم الثاني كانت هناك منقيه ابن علي المنصوري ومن ثم ايضا منقيه علي بن سالم بن هياي وهي المحليات الاصايل وايضا التغطيه الثالثه لمنقيه السيد زايد محمد بن قران المنصوري واخوانه. طبعا هذه هي حصه الخليج وأيضا راح تشاهدون أيضا العارية الخليج وأماتها الفرديات في الربيع الخاص في أو في هذا المكان الخاص لهم في هذا الربيع الجميل. اهلا بكم من جديد. لازلنا نتواصل معكم ضمن هذه التغطيه لجوله الربيع ولازلنا ايضا مع ملاك الابل. وقبل لحظات الصوره التي سبقت هذا اللقاء كانت منقيه السيد راشد بن ناصر المانع المنصوري وخذينا لها لقطات لانه مو موجود ولكن في هذه اللحظات نتواجد عند منقيه الوالد حميد بن سنان المنصوري. مساك الله بالخير. مرحبا مرحبا مساك الله بالخير. يا مرحبا كيف الحال؟ الله يحييك ويسلمك ويطول عمرك. مبارك عليكم الربيع. علينا وعليكم ونورتكم في الجنه. والديك علوم السنافي. زينه كل شيء زين مربعين ومعينين خير وياكم. الجميع كم قدركم من يوم؟ قدرنا 23 يوم. ما شاء الله. متى فارقتوا الطعام؟ قدرنا من قبل 23 يوم وحنا خلينا الطعام. ما شاء الله انا اشوفها وراح نطلع في الصوره البل بروك. وش البل قايله على القاع عندكم؟ البل طيبه هو قاع طيبه. حولكم ناس؟ وايد العرب وايد العرب. طبعا الربع مرينا عليهم ما شاء الله وقيعانهم طيبه اللي هو محمد بن سعيد بن علي وبن هياي وابن قران وانتم ان شاء الله كلكم بني عم وكلكم وزال الاخر. الارض مستويه ما بينكم وبينهم؟ طيبه طيبه قيعان كل بوها طيبه شبوك طيبه. نعم. هذا العشب في شبك وبيار مستايرينه. نعم. نعم. وطيب لحق حده. نعم. واللي برا ان شاء الله ياهم خير
والله اعلم انهم من اليوم ورايح انهم يشبعون وبعينون خير. امين الله يوفق الجميع. كلمتك الخيره لمشاهدينك عبر قناه الساحه. اشكر الله ثم اشكركم واشكر قناه الساحه واللي قايمين عليها بيض الله وجهكم ويمل الله حالكم. وجهك مشيد. اذا مشاهدينا الاعزاء كان لنا هذا اللقاء مع الوالد حميد بن سلام المنصوري، ابقوا معنا ومع تغطيه منقيته ونتواصل معكم. شاشة الساحة.